فقدان ديال واحد الانسان طيب محترم من غير نطاق ديال كره القدم كمدرب اللي اثر وربى اجيال كثيره في كاع المنتخبات اللي يدربهم ولا كذلك الفرق الوطنيه اللي يدربها واحد الحين كواحد احترافيه والعلاقات ديالو دائما كانت في مستوى الكبير. فرحانين كثير لان ربي نادى عليه، الحب ديالو غادي يبقى في القلوب ديالنا وما غاديش ننساوه، ونتمنى ان شاء الله كما قلت بان يكون الصبر في العائله ديالو لان الفراق فراق صعيب جدا ولكن مكتوب الله يرحمه. ما علينا الا نتوجهوا لجميع العائلات الصغيره ولا جميع مكونات الكره القدم الوطنيه بالتعازي ديالنا الحاره فقدان رجل من الرجالات الخلوقين المعروفين بالاستقامه والنزاهه طيله المسار ديالهم، وانا لله وانا اليه راجعون. رب العالمين انت الذي تقول اني قريب. اليوم الكره المغربيه كتفقد احد الاعلام ديالها اللي هو سي مصطفى مديح. مصطفى مديح اللي يحترمه الجميع نظرا للعطاء ديالو، نظرا للخلق ديالو، نظرا للجديه ديالو. هذه مناسبة باش يعني باسم الجامعة الملكية وجميع الرياضيين كنتقدموا بالتعازي للعائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل القرآن صاحبه، اللهم اجعل القرآن صاحبه في قبره وشفيعه يوم القيامة. الإطار الوطني اللي عطى كثير للكرة الوطنية في التكوين ديالو وفي التأطير ديالو، اللي خدم في صمت وضحى بما في الكفاية من أجل الإقلاع بالشأن الرياضي وضحى في صمت وبشى في صمت، لأن هذا اليوم الحزين من هذه المناسبة بغيت نعززي العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، وخير دليل هو تواجد كل هذه الوجوه سواء منها الرياضية ولا الفنية ولا السياسية اللي متواجدين اليوم في هذا اليوم ديال الدفن ديال المراسم الدفن ديال السي مديح، وإنا لله وإنا إليه راجعون.